بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الارنبه الهاي بلس ولدت وعملت لنا مفاجاه جميله جدا. تابعوا الفيديو معانا للنهايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الامين. اخواتي وحبايبي الكرام، من جد لقائنا معاكم قناه تربيه الارانب مع ابو نرمين. اوعى تنسى انزل تحت اشترك في القناه، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، الأرنبة الهاي بلس دي يا شباب ولدت وعملت لنا مفاجأة من ضمن المفاجآت اللي بتعملنا كل مرة. قبل ما نتكلم في موضوع الأرنبة يا شباب ونوريكم الخيرة بتاعتها، عايز أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم باليوم والبركات. النهاردة يا شباب هوريكم الأرنبة الهاي بلس والخلفة بتاعتها، وزي ما تعودنا دايما معاكم إن احنا دايما بنفرح مع بعض، بنشارك الفرحة مع بعض، بنزعل قوي لما يكون حد عنده اي مشكلة في خاصة في الارنب، بنتضايق وبنزعل علشانه، وربنا كده يجعلها سنة سعيدة علينا ورمضان كريم علينا وعليكم بكل خير يا شباب، وربنا يرزق الجميع ويوريكم الارنبة ديت ويوريكم عيالها. واقول لكم بنعمل ايه للارنبة بعد الولادة علشان تبقى انتوا عارفين، علشان الناس اللي لسه مازالت بتسأل بنعمل ايه للارنبه بعد الولاده، بنعمل ايه يا جماعه للام بعد الولاده. الام دي يا شباب هي بلس، تمام؟ هوريكم الخلفه بتاعتها. بسم الله ما شاء الله، اهيت حاجه جميله جدا، روعه. يا شباب ان شاء الله الام يا شباب شايفين عامله ازاي، شايفين الام عامله ازاي يا شباب؟ الصلاه على النبي. الام دي جايبه كام؟ الام ديت جايبه بالصلاه على النبي 9 ارانب. اه يا شباب جايبه 9 ارانب، جايبه 6 ارانب ابيض و3 اسود، تمام يا شباب؟ 6 ارانب ابيض و3 ايه؟ 3 اسود. ما شاء الله جايبه 9 ارانب بفضل من ربنا سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله. وهوريكم برده دلوقتي يا جماعه ان معظم الارانب عندي جايبه 9، يعني جايبه اعداد كبيره، جايبه اعداد كبيره 9، واللي جايبه 10 يعني واللي جابت 11، فطبعا دي حاجه كويسه جدا وفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا يا شباب يعني انا بشكركم جدا على وقوفكم جنبي في القناه، وربنا كده وفقنا جميعا يا رب بوجودنا معاكم وبوجودكم معايا، وان شاء الله كل واحد عنده مشروع ارانب عامله ينجح فيه، وربنا يوفقه يا رب ويزيد عليه الخير الطاء 3 و4 و5. طبعا يا شباب ديت ولاد الارنبه، وادي الام يا شباب. طبعا الام ديت يوم الولاده يا شباب بنديها مثلا نص سنتي او سنتي اوكسيتوسين، ده بيعمل على تنظيف الرحم، بيسهل في نزول اللبن للخلفه بسرعه. تاني يوم الولاده يا شباب بنديها 1 سنتي مضاد حيوي اوكسي تترا سايكلين. وطبعا في متابعين معايا على القناه بيقولوا احنا رحنا اشترينا ارانب مثلا من شخص معين او من انسان بيربى ارانب، وبقول ما تدوش للارنبه اي حاجه بعد الولاده. لا يا جماعه، انا بقول لك بقى ما اسمعش كلام حد، واعطي للارنبه مضاد حيوي بعد الولاده. واقول لكم يعني حاجات بسيطه كده بالفلاحه خالص، الام الست لما بتولد الدكتور بيديها ايه؟ بيديها مضاد حيوي. لما بيعمل تكون عامله عمليه الدكتور بيديها ايه؟ بيديها مضاد حيوي. كذلك برضو الشخص الانسان الراجل لما يكون عنده اي تعب اي جرح اي مشكله طبعا بيتكتب له مضاد حيوي. المضاد الحيوي يا شباب لازم عنه، لازم عن المضاد الحيوي بالنسبه للارنبه يا شباب. ده بيعمل على تنظيف للرحم، يعني تقويه للام، بيحارب اي مشاكل خاصه جايه مثلا جايه للارنبه يا شباب، بيبدا ان هو عندها مشاكل برد اي مشاكل ثانيه يبدا المضاد الحيوي ليه بيحميه، تمام؟ وبيطهر الرحم كمان. بنديها تاني يوم الولاده، تالت يوم الولاده نص سنتي ايفوماج، نص سنتي ايفوماج ايفر ماجتين 1%. هقول لك فوائد الايفوماج يا شباب. فوائد الايفوماج ان الام ديت لما بتولد المناعه بتاعتها بتضعف، فالمناعه لما تضعف تبدا البكتيريا، تبدا الديدان، تبدا الحاجات تحارب الطفيلات، تبدا تحارب الام وتهاجم الام عشان مناعتها ضعيفه. فاحنا لما نديها مضاد حيوي، مضاد حيوي ونديها ايفوماج، طبعا ده بيعمل على يعني اجسام مضاده تحارب اي مشاكل جوه الام او اي مشاكل داخله على الام.
طبعا رابع يوم ولادة بنديها 2 سم كالسيوم، 2 سم ايه كالسيوم. الكالسيوم ده مهم جدا يا شباب، لان الخلفة اللي كانت في بطن الام كانت بتتغذى على الكالسيوم اللي في جسم الام، تمام. فطبعا الكالسيوم ده بينشط الام وبرجعها تاني، بيعوضها نقص الكالسيوم اللي عندها، وكمان بينزل للخلفة عن طريق اللبن، فشيء طبيعي الام ايه الخلفة بتستفاد من الكالسيوم اللي نازل في اللبن، تمام. رابع يوم ولادة بنديها 2 سم، خامس يوم ولادة يا شباب بنديها 2 سم كافوزال او سنتي كافوزال، ده فيتامين ب12 منشط غذائي مهم جدا برضه يا شباب بالنسبة للأرانب. وطبعا ده النظام فضل ما ربنا اللي انا ماشي بيه، وربنا كرمني والحمد لله، وعندي خير اقسم بالله العظيم الحمد لله، فضل ما ربنا متوفر عندي في المكان ده يا شباب. ادي الام اهيت لاي بلس، وادي خلفته، وهوريكم برضو بقيه الخلفه كمان اللي عندي يا شباب في المزرعه عندي. ادي الام الريكس اللي هي السيلفر تمام يا شباب، اللي كنت موريكم خلفتها قبل كده اهيت ان شاء الله، وجايب العدد كام؟ على 9 تمام يا شباب. ادي ما شاء الله خلفتها يا شباب اهوت زي الفل، ماشي ما شاء الله اهيت، حاجه جميله جدا يا شباب، روعه ما شاء الله، حاجه جميله اهيت. طبعا ديت الام البابيون، وطبعا لسه ما ولدتش. دي الام اللي هي الفلاين، وادي برضو العدد بتاعها يا شباب، جايبها 9 اهيت ما شاء الله، وادي ما شاء الله خلفتها اهيت يا شباب زي الفل، روعه حاجه جميله جدا، بسم الله ما شاء الله يا شباب، ماشي. يعني شوفوا انا وريتكم الاعداد بالصلاه على النبي. طبعا ادي الام البلجيكي اللي دايما بتعمل لنا المفاجات على طول باستمرار اهيت، جايبه 7، ادي العدد بتاعها بسم الله ما شاء الله يا شباب اهوت، خلفتها ما شاء الله جميله اهيت ما شاء الله، ماشي. ادي الام اللي هي الهاي بلس تمام يا شباب اهيت، وادي الخلفه بتاعتها بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا يا شباب، حاجه روعه ما شاء الله، جميله جدا جدا بالصلاه على النبي، حاجه جميله اهوت. دي كانت والده كام؟ 12، رحم ال 12 واحد بقى كام؟ بقى معاها 11 شبعها، هي 11 قرن تمام. وان شاء الله الام ديت الام الدوتش ماشي، ان شاء الله هتولد قريب باذن الله، يعني هصورها لكم. وادي الخلفه ولادها اللي انا فاطمها يا شباب، الصلاه على النبي، ده الخير اللي عندي اهوت ما شاء الله، شايفين اهوت، شايفين يا شباب الصلاه على النبي اهوت، جايين على الاكل ما شاء الله اهوت، حاجه جميله جدا، حاجات ما شاء الله يا شباب اهيت، حاجه جميله جدا روعه اهيت. يعني ديت دي سلالات الصلاه على النبي، حاجات تريكس طبعا، دي برضو حاجات يا شباب جميله ان شاء الله، خير خير الحمد لله، فضل من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وده سبب حبكم ليا ودعواتكم ليا يا شباب، هي اللي مخلينا ناجحين في المكان عندنا ما شاء الله اهوت، حاجات جميله جدا اهيت ما شاء الله، ماشي يا شباب اهو برضو تمام. هنا برضو يا شباب اهوت، حاجات برضو جميله اهيت ماشي. هنا برضو ما شاء الله، حاجات جميله جدا بالصلاه على النبي يا شباب ماشي اهوت. هنا برضو نفس الطريقه، حاجات كويسه جدا طبعا، ده زي ما انتم عارفين ديت ذكوره ان شاء الله، دوتشات ريكس. هفصل بقى واوريكم ايه المكان التاني، ورجعنا لكم تاني يا شباب عشان نوريكم الارانب في المكان التاني. طبعا دي الارنبه النيوزيلندي،
وادي ما شاء الله الخلفة بتاعتها معاها 11 ارنب. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا يا شباب. ما شاء الله جايبة حاجات جميلة جدا، جايبة انواع مختلفة والوان مختلفة. بالصلاة على النبي، الارانب دي كانت والده اول مره كمان يا شباب، اول مره كانت والده 9 ارانب، وهوريكم برده 9 ولاده دلوقتي يا امه. تمام، وادي ولادها اللي هم ايه التانيين، ادي ولادها اللي هم ايه التانيين يا شباب. الصلاه على النبي، مع 11 ارنب. ودي تاني مره تولد، شايفين الارنب جسمها عامل ازاي اهو يا شباب. ادي خلفتها اهيت، الصلاه على النبي اهو يا شباب. دي ابنها برده اهوت عامل ازاي ان شاء الله. ماشي، طبعا دي يا شباب بالصلاة على النبي الخلفة بتاعتها اللي هي المفطومة الأولانية. تمام يا شباب، بالصلاة على النبي حاجات ما شاء الله، يعني 1.900 و1.950 بسم الله ما شاء الله، يعني شايفين لسه خطوة من ازاي. تمام يا شباب، 1.900 و1.950 بسم الله ما شاء الله اهو يا شباب، اهم على خلفتها ان شاء الله، حاجة جميلة جدا. ماشي، طبعا دي الارنبه اللي هي الريكس. ماشي، خلفتها برضو ما لسه فاطمه يا شباب، الصلاه على النبي. مفطومين هم، مفطومينهم 17. ماشي، 17/4 بقالهم 3 4 ايام. انا شايف، شايفين ما شاء الله عاملين ازاي. هي برضو انا جايبه 7 اهمت، حاجه جميله جدا زي ما شايفين اهو يا شباب اهوت. طبعا ادي الارنبه اسكندريه، وادي عيالها، الصلاه على النبي يا امه ان شاء الله. مش فاهم ازاي، روعه روعه باذن الله. الحمد لله على كل شيء، فضل من ربنا سبحانه وتعالى، حبكم ليا ودعواتكم ليا شبابي اللي منجحاني. والحمد لله انا بشكر ربنا، ويعني على النعمه اللي هو اداني اللي هي حب الناس، يعني نعمه حب الناس يا شباب كنز كبير. طبعا الارانب دي يا شباب كلها احلال عشار، يعني دولت احلال عشار سايبهم لنفسي يا شباب للمكان عندي. طبعا دول متلقحين يوم 6/4، دي متلقحها 6/4، دي متلقحها يوم 9/4، يوم 11/4، دي متلقحها يوم 6/4. تمام يا شباب، طبعا دي برضو متلقحها يوم 6/4. تمام يا شباب، ودي متلقاها يوم 6/4، ودي متلقاها يوم 6/4، دي متلقاها يوم 5/4. طبعا الارانب كلها متلقاها يا شباب في يعتبر في يوم واحد، فضل من ربنا متلقاها يعتبر ايه في يوم واحد، وربنا كده يجعلها مجموعه كويسه، يجعل منها الخير، وان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا. عشان ما اطولش عليكم، لو انت اول مره تشوف قناتنا ما تنساش انزل تحت اشترك في القناه، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.